بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهدي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنة الدين يسركم أن تنال جلالة الترمية التي تمنسكم مع حضراتكم ستشهر شحطة متميزة. اليوم بنهدي جميع الأصدقاء مهارة جديدة وهي كيفية الحصول على ماستر كارت أمريكي مجانا يصلك إلى المنزل بالإضافة إلى رصيد $25 هدية. ده محاضرة اليوم، أتمنى إن الجميع يستفاد منها، كل ده من خلال الحصول على ماستر كارت بايونير. دايما اقدر نسعد بارائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناه قناه يوتيوب قناه طارق قناه يوتيوب www.youtube.com/mrtar النجار والمواقع والمدونات التي نشرف عليها. اسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابط، من خلال هذا الرابط سوف نقوم بملء بيانات الاشتراك في موقع بايونير للحصول على الماستر كارد الامريكي المجاني، والذي سوف يصلك في غضون من 20 ل 25 يوم بالاضافه الى رصيد $25، بشرط انك تقوم بشحن حسابك على البايونير ب $100. كل اللي عليك انك تضغط على الرابط اللي اسفل هذا الفيديو. تعالوا بينا ننتقل الى الجزء العملي. بعد الضغط على الرابط الموجود اسفل هذا الفيديو سوف تظهر الصفحه التاليه امام حضراتكم. لو عايز تغير اللغه بنغير من هنا، عايز عربي، عايز انجليزي، عايز فرنساوي، عايز الماني، عايز اي لغه تبدا تغيرها بكل سهوله. هنا بيقول لك تقدر تحصل على مدفوعاتك بطريقه سلسه، بيقول لك ان من خلال اللينك الموجود اسفل هذا الفيديو ان هو احد اصدقائك هيخليك تحصل على $25 هديه، بس بشرط انك تشحن ب $100، وان هذا الحساب وهو حساب بايونير ده احد البنوك الالكترونيه الموجوده على النت اللي بيستفاد بيها من خلال تعاملاتك من خلال الربح على الانترنت، فهو بنك الكتروني وليس بنك فعلي، يعني لازم يكون لك نشاطات على الانترنت من خلال مواقع تقدر تحقق منها مكاسب زي الادفلاي او الاديوم او الادسنس او مواقع الكليكات على الاعلانات زي نيو باكس او الكليكس سنس. من خلال هذه المواقع هيكون عندك ارصده، هذه الارصده لن تستطيع سحبها الا من خلال بنك الكتروني، فبتقوم بتحويلها الى بنك بايونير، وبنك بايونير هيوفر لك العديد من الخدمات سواء كان التحويل على حسابات البنكيه او انه يقوم باصدار ماستر كارت دولي امريكي مجانا. وده محاضره اليوم، من خلال هذا الماستر كارت تستطيع انك تتعامل مع الاي تي ام وتقوم بسحب الاموال الموجوده داخل البنك الالكتروني تتحول الى اموال فعليه، مع الاخذ في الاعتبار ان هناك رسوم سنويه تدفع وهي $29.95 سنويا، بالاضافه الى كل عمليه سحب سوف يتم خصم $3.15، واذا فقدت هذه البطاقه سوف يتم تجديدها او تبديلها ب $12. كل البيانات موجوده هنا اهوت، البنك شغال 24 ساعه، شغال في ب 35 لغه، وادي بقيه البيانات الخاصه بيه. اذا شرط الحصول على $25 انك تقوم بشحن حسابك ب $100 سواء عن طريق الكاشيو او عن طريق ارباحك من النت، ونؤكد ان لازم يكون انت عندك قدره على الربح من الانترنت. في العديد من المواقع اللي بتحقق لك هذه الجزئيه زي مواقع الربح من الاختصارات زي الادفلاي او الاديوم او الكليكات او غيرها، الكليكات زي نيو باكس او الكليكس سينس، وكل هذه المواقع مواقع مضمونه. ثم بعد ذلك هتضغط على سجل الان، هنضغط على سجل الان وهنبدا نملى البيانات مع حضراتكم ويتم التاكد منها، وسوف تصلك بعض الرسائل. اول ما ضغطنا عايز عملية السحب تكون من خلال بنك فعلي، بتكتب اسم البنك او من خلال ماستر كارت. النهاردة بنتكلم على ماستر كارت مسبوق الدفع، هنختار هذا الاختيار اللي هو بطاقة ماستر كارت مسبوقة الدفع، ونضغط على تسجيل الاشتراك. ثم بعد ذلك هنقوم بملء البيانات، وبعد ملء البيانات سوف تصلك رسالة ترحب بك على ايميلك، وناخد بالك ان البيانات كلها يجب ان تكون فعلية. هنقوم بملء البيانات، ادي الاسم الاول وليكن هسميه مثلا ادي وائل، ماشي، واقوم بملء البيانات.
ثم بعد ذلك نقوم بإدخال الاسم الثاني. وهنا هو زي ما احنا شايفين الرسالة بتقول لك لازم يكون الأحرف باللغة اللاتينية، فهنغير إلى اللغة الإنجليزية، هنكتب آدي وائل. إذن الأسماء لازم تكون بالأحرف اللاتينية، ثم وائل، آدي وائل النجار، ثم الإيميل نكتب الإيميل وإيميل، ونكتب بيانات كلها، بيانات صحيحة وبيانات حقيقية لأن هيتم التأكد منها. كتبنا آدي الإيميل، ثم التأكد من هذا الإيميل مرة أخرى، هقوم بنسخه ولزقه، ثم هنكتب تاريخ الميلاد، نحدد تاريخ الميلاد يا شباب، نحدد اليوم، نحدد الشهر، وزي ما قلت لحضراتكم يجب أن تكون البيانات بيانات حقيقية. ثم بعد ذلك أضغط على كونتينيو أو واصل، دي البيانات الأولانية. بعد ذلك ننتقل إلى جزئية معلومات الاتصال، الدولة اللي أنت فيها بتختارها، أنت في مصر، في السعودية، في المغرب، في الجزائر، ثم عنوان السكن بنكتب باللغة العربية، ولو أن أنا أفضل أن يكون برضو عنوان السكن باللغة الإنجليزية. ثم بعد ذلك بعد ما كتبت العنوان بتكتب المدينة الخاصة بيك، ثم بعد كتابة المدينة تكتب الرمز البريدي، لو مش عارف خش في جوجل واعمل الرمز البريدي للرياض، للرباط، لتونس، للقاهرة، لإسكندرية إلى آخره. ثم بعد ذلك رقم الهاتف زي ما احنا شايفين، رقم الهاتف بتكتب رقم الهاتف الخاص بيك، ثم هنضغط على واصل، والمفترض برضو انك تستعين ببيانات اخرى اللي هي رقم رقم الموبايل او رقم الهاتف، يجب انك تسجلها ويجب ان تكون البيانات صحيحة. بعد ذلك هندخل كلمة السر او كلمة المرور لهذا الموقع، يبقى هو نكتب كلمة المرور ونكرر كلمة المرور مرة أخرى، ثم بعد ذلك بتختار أحد أسئلة الأمان، أحد الأسئلة الأمان، وتكتب الإجابة الخاصة بي، ويجب انك تسجل سؤال الامان فرع خارجية مع البيانات اللي بتقوم بتسجيلها، بحيث لو انت فقدت هذا الحساب تستطيع بسهولة انك تستعيده. ثم اضغط على كونتينيو او واصل. ننتقل الى الخطوة الاخيرة، بيقول لك انت على وشك الانتهاء، ننتظر الى ان يتم التحميل. مطلوب دلوقتي الهوية اللي انت هتقدمها لهم، سواء رخصة القيادة او جواز سفر او الهوية الوطنية اللي هي البطاقة الشخصية عندنا في مصر. مطلوب ان تكون البيانات حقيقية اللي هي البيانات الموجودة في البطاقة، تكتب اسمك الموجود في البطاقة، موجود اللي هو رقم هذه البطاقة ومكان الاصدار، مهم جدا انك تكتب ادي الرقم. بعد ما تكتب اللي هو رقم الهوية ورقم الهوية، هذا رقم اجباري، رقم اجباري، ثم بعد ذلك هتنتقل الى جزئية مكان الاصدار، ومكان الاصدار اللي هي هنا هوت هتكون البلد، بتقوم باختيارها. الترتيب هنا هوت هندور على هنا هو البلد اللي هي مصر،
ثم بعد ذلك، ده هيكون شكل الاي دي كارت. لو انت غيرت الى جواز السفر هيديك شكل جواز السفر، لو انت غيرت الى رخصه قياده هيديك جواز رخصه القياده. يبقى الاسم لازم يكون الاسم الموجود في البطاقه، ودي الخطوه الرابعه في ملء البيانات. ثم رقم الهويه لازم يكون حقيقي، تاكد من هذه الجزئيه، ثم الدوله مصر. بعد ذلك بتقوم بادخال العنوان اللي هيتم عليه الشحن، تدخل البيانات مره اخرى، في الرجاء ادخال عنوان الشحن البديل، تاكد من اسمك، تتاكد من جميع بياناتك سواء كان الاسم او اللقب او الدوله او العنوان المنزل او المدينه التي تسكن فيها، وسوف يصلك هذا هذا الماستر كارد، ثم الرقم البريدي. بعد ذلك تضغط على اوافق اوافق اوافق، ثم بعد ذلك تضغط على اتمام الطلب. تعالوا بينا نشوف بعد ما خلصت كل هذه الاجراءات، هتجي لك هذه الرساله. الرساله الاولانيه اللي هتجي لك من بايونير هيقول لك ايه؟ هيقول لك نشكرك على اختيارك لشركه بايونير، واستلمنا طلبك، والطلب ده قيد الايه؟ المراجعه. وقال لك ان في ثلاث خطوات، الخطوه الاولى انتهينا منها، الخطوه الثانيه اللي هي المراجعه، الخطوه الثالثه ان احنا نرسل لك البطاقه وتقوم بتفعيلها، وبعدين بيديك رقم مرجعي تقدر ترجع اليه وتقدر تدخل الى حسابك. بعد ما هتدخل الى حسابك وتطمئن عليها تقوم بملء البيانات. طيب ندخل على، هتوصلك رساله ثانيه من بايونير. بايونير بعد ما يتاكد من البيانات وانك قمت بملء البيانات كلها بشكل صحيح، وانك كتبت البيانات بالشكل الصحيح اللي هي رقم الهويه او رقم جواز السفر، ويتاكد القائمين ان هذه البيانات صحيحه، هتوصلك رساله جديده هيقول لك عزيزي فلان تهانينا، لقد تمت الموافقه على طلبك على الحصول على الكارت البايونير اللي هو كارت مسبوق الدفع اللي هو كارت المدفوع مسبقا، وهتوصلك الرساله او الماستر كارت الخاص بيك في فتره تتراوح ما بين 22 و28 يوم. في الحقيقه هي وصلتنا لفتره اقل من ذلك، وبعدين بيديك الايميل الخاص بيك والرقم المرجعي. ثم بعد ذلك بعد ما انت اخذت الموافقه على البايونير، هنبدا ننتقل الى جزئيه اخرى، وهي هيوصلك رساله اخرى من بايونير، بترحب بيك وبتقول لك هذا الكارت هو كارت امريكي بيوفر لك حساب امريكي تقدر تستخدمه على مستوى العالم، وهذا الكارت هو كارت مجمع، لكننا بنطلب منك انك ايه؟ ناخد بالنا من هذه الجزئيه، انك ترسل لنا صوره الهويه الشخصيه. هتضغط على هنا، وتقوم بادخال البطاقه الشخصيه، بطاقه الهويه، تكون مصاحبها سكانر وش وظهر وجهتين، الفايل الاول اللي هو الوش اللي في البيانات الاساسيه والفايل الثاني. يبقى اذا انت هتقوم بسحب البطاقة الهوية اللي هي البطاقة الشخصية زي انت كنت قمت بملء هذه البيانات، هتقوم بسحبها بالاسكانر وتوفرها، وبعدين تنقلها على الجهاز الخاص بيك. ثم لما تجيلك الرسالة الثالثة هتضغط على هنا، ومن هنا هتقوم بادخال الصورة الاولى من الهوية ثم الصورة الثانية وتضغط على ارسال. طيب تعالوا نشوفوا بعد ما ضغطنا على ارسال ووصلت البيانات. طيب هيجي لنا بعد كده في الفتره اللي هم محددينها، رساله، دهيت هتقول لنا بالفعل ان وصلتك الرساله البطاقه، مطلوب منك انك تفعلها، طيب هتفعلها ازاي يا شباب؟ ونشوف بعد التفعيل ايه اللي هيحصل. تعالوا بينا اوريكم بعد التفعيل البطاقه اللي هتوصل لنا نشوفها، ثم ونشوف الشكل الجواب اللي هيوصل. ثم بعد ذلك هتلاحظوا ان البطاقه فيها 16 رقم، هنقوم بادخال 16 رقم في خانه معينه في حسابك على البايونير، وهتضغط على تفعيل فيتم التفعيل وتوصلك رساله تشكرك على التفعيل. تعالوا بينا نشوف كده مع بعض. دي البطاقه اللي هتوصل لحضراتكم، دي شكل هذه البطاقة مكتوب عليها بايونير، ثم 16 رقم، ادي 4 و4 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 16 رقم، ثم تاريخ الوصول ومكتوب عليها ماستر كارد، ثم اسم صاحب هذه البطاقة طارق النجار. هذا هو شكل بطاقة البايونير اللي هتوصل لحضراتكم في فترة تتراوح من
22 ل 28 يوم، وهيكون مع هذه البطاقة جواب. نشوفه كده مع بعض. ده الخطاب اللي هيوصلك من بايونير، ده شكل هذا الخطاب. هكبر لكم النافذة بحيث انكم تطلعوا عليها. هذا هو الخطاب اللي هيوصل من بايونير، عنوانه بايونير اهوت، وادي البيانات، العنوان الخاص بالشركة من نيويورك، ادي البيانات الخاصة بيه، وده رقم الطابق والطابق ال 15، وادي بياناتك، اسمك وعنوانك ومكانك، ثم بعد ذلك بعض التلميحات على عملية التفعيل. الرقم الموجود في بطاقة البينول اللي هو 16 رقم هنقوم بتسجيله في الموقع لتنشيط الموقع ولتنشيط البطاقة، ثم بعد ذلك هتوصلك رسالة ان عملية التفعيل تمت بنجاح. تعالوا بينا نشوف مع بعض هذه الجزئية. عند الدخول على الحساب على الموقع الرسمي البيونير، نشوف كده مع حضراتكم، نشوف كده مع حضراتكم، هذا هو العنوان الاساسي www.البيونير.com. هتظهر هذه النافذه، من خلال هذه النافذه هتضغط على ماي اكاونت، من خلال الماي اكاونت هتبدا تدخل الايميل والباسورد، ثم بعد ذلك هتضغط على تسجيل الدخول. يبقى هتدخل اسم المستخدم، ثم هتدخل كلمه المرور. اسم المستخدم الخاصه بيك هتكون الايميل الخاص بيك، ثم كلمة المرور. دخلنا على الحساب الخاص بينا، المفترض ان احنا دلوقتي هنيجي في هذه الجزئية. هروح في الاعدادات، في حاجة اسمها تحديث، من تحديث ناخد بالنا، الاعدادات سيتنج، تحديث كود البن، ثم بعد ذلك هتقوم بادخال ال 16 رقم الموجودين في البطاقة. بادخال ال 16 رقم، 16 رقم هم يا شباب اللي هم الاربع ارقام دول بدون مسافات، هندخل 16 رقم مباشره، 5 3 0 0 1 7 7 2 1 1 1 0 الى اخره. تقوم بادخال هذه البيانات في هذه الخانه، يبقى هتقوم بادخال ال 16 رقم، ثم هتدخل رقم التعريف الشخصي الخاص بيك، وده بيصلك في البطاقه في رقم تعريف شخصي بيصل بي، هنوريه لحضراتكم. الرقم التعريف الشخصي الخاص بيك ده هيكون وصلك في الرساله اللي هي الرساله الثانيه والرساله الثالثه اهو، اللي هو اسمه الرقم المرجعي للحساب. هتقوم بنقل هذا الرقم وتسجيله، اللي هو اسمه ايه، الرقم المرجعي للحساب اللي مقصود بيه، اللي هو الرقم التعريف الشخصي بيك، هتقوم بتسجيله في هذه الخانه. يبقى اذا من خلال البطاقه هتقوم بنقل ال 16 رقم، من خلال البطاقه هتقوم بنقل ال 16 رقم في هذه الخانه، ثم من الحساب، ثم من الاكونت اللي وصلك فيه الايميل الخاص بيك هتلاقي في حاجه اسمها الرقم المرجعي، والرقم المرجعي عباره عن 8 ارقام هتقوم بنقلهم في هذا الحساب، ثم بعد ذلك هتدخل البن اللي هو من خلاله هتقدر تسحب الاموال او تحولها من خلال الاي تي ام، وده عباره عن 4 ارقام. يبقى هتكتب الاربع ارقام الخاصين بالبي اي ان، والبي اي ان ديت بنقول لحضراتكم اللي هتسحبوا من خلالها الاموال من الاي تي ام، ثم تقوم بتكرارها مره اخرى وتعمل حفظ التغيرات. بعد ما تحفظ التغيرات وتدخل هذه البيانات بكفاءه هتصلك رساله اخرى، هذه الرساله اللي هيقول لك ان تم الموافقه على هذا الحساب. نوريها كده مع حضراتكم في هذا التاريخ بعد وصول بطاقة البايونير، نشوفها كده مع حضراتكم. هذه هي الرسالة، الرسالة هيقول لك ان تم الان تنشيط بطاقة ماستر كارت المدفوعة مسبقا، والبطاقة ديت انت بتستخدمها في ايه؟ بتستخدمها من خلال الشراء عبر الانترنت، او من خلال التعامل مع المتاجر، او من خلال السحب من ماكينات الاي تي ام على مستوى العالم، حيث ان البايونير هو مكتب، هو بنك الكتروني الهدف الرئيسي منه تنشيط التجاره الالكترونيه في الانترنت. يبقى ده الهدف الرئيسي، انك اما تسحب من خلال المتاجر والسوبر ماركتات والصرافات، اجهزه الصراف الاي تي ام، يا اما انك تشتري اونلاين من اي موقع على النت من خلال هذه البطاقه الدوليه. مبروك عليك جميع الخطوات السابقه، اصبحت جاهز الان للتعامل والاستفاده من الماستر كارت الدولي، وانتظرونا في العديد من المحاضرات لشرح كيفية شحن بطاقة ماستر كارت بايونير وكيفية التحويل من حساب إلى حساب. سعدت بكم أنا طارق النجار من قناة طارق النجار التعليمية، أتمنى أكون وفقت في شرح هذه المهارة الخاصة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.